مساء الخير اعزائي المشاهدين مساء الهنا والسعاده على كل محبي برنامج سكرين شوت اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من البرنامج طبعا اتعودنا دايما برنامجنا انه بيناقش الموضوعات اللي بتخص المجتمع انه بيحاول يحل بعض المشكلات اللي بتواجه الجمهور المصري طبعا من خلال الجهات المختصه في كل مشكله بيتعرض لها اي جماعه من جماعات الجمهور المصري طبعا انا احب اقول ان النهارده احنا هنتكلم مع شخصيه في موضوع مهم لكن ده مش هنبدا بيه دلوقتي لكن احب اتكلم في الموضوع طرأ علي اكتر من مره تعرضت مجموعه من سكان 200 47 اسكان اجتماعي لمشكله كبيره والمشاكل دي مش اسره واحده بل 600 اسره بتعاني من مشكله كبيره جدا الا وهي الغاز الطبيعي وطبعا حصل عده خلافات واعراض طبعا في بعض بالنسبه لسعر الغاز بمبلغ سي وهو المبلغ ده مش المفروض هو يدفع في مبلغ اخر ومشكله كبيره يعني تواصلوا معايا مجموعه السكان الموجودين هناك وطلبوا ان احنا نوصلوا من الجهات المختصه واحنا تواصلنا معاهم وبالفعل ان شاء الله جاري حل المشكله وقريبا جدا هيسمعوا اخبار حلوه قوي تساعدهم وتبسطهم جدا وحسمع دعواتهم طبعا زي ما سمعت من سي من الناس منهم نفسهم يدعوا ليا بالخير ان شاء الله مش هيدعوا لي انا وبس هيدعوا ليا ولجميع الجهات اللي ساعدت عليهم لجميع الجهات الجهات اللي هي ساعدت في حل المشكله وطبعا لكمان ويرقصهم السيد الرئيس اللي هيمنحهم بالمؤشر... بالاشاره ان هم يقوموا بحل هذه المشكله فانا بطمنهم واقول لهم اطمنوا ان شاء الله في فتره وجيزه وقصيره جدا هيكون الحل عندكم والحل هيكون يبسطكم باذن الله أه واقول لكم دلوقتي تابعوني بعد الفاصل يعني اعزائي المشاهدين تاني بعد الفاصل وهنتكلم طبعا عن الشخصيه اللي فتنا النهارده شخصيه جميله جدا شخصيه فوق الممتاز وطبعا حضرتكوا طبعا هتبسطوا معايا قوي لانها هتكون معاكسه لبعض الحلقات اللي عدت اللي مرت علينا وكان في حلقه مهمه جدا كان دايما معانا عدو المراه النهارده عندنا اه يعني معزز المراه او نصير المراه يشرفنا النهارده وجود المستشار الاعلامي الدولي الدكتور سأر ال عبد الله اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وغلا يا مرحبا ومسهلا مرحبا بك العافيه الله يرضى عليك ان شاء الله اهلا بيك في برنامج سكرين شوت طبعا احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده وده شرف لينا ان انت تبقى منور الحلقات بتاعتنا لي الشرف طال عمرك وانا سعيد ان انا يمكن هاي المره ال 15 اللي اكون في قناه الصحه والجمال آه. فحاسس ان هي كمان قناتي آه. المحببه ليا ربنا فالله يوفقكم جميعا ان شاء الله ويوفقني معكم اللهم امين الله يعني. يرضى عليك النهارده آه آه بقى هنسالك بقى بعض الاسئله كده طب انا عرفت ان حضرتك يعني يعني ليك يعني حاول ايه ليك بقى علامات وليك كتب ولك يعني حاجات كتير قوي 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 وسامحني ان انا هتكلم بصفه عاميه يعني انا مش بحب اتكلم بالورقه والقلم هو معروف عني كده يعني بس حابه اسال اول سؤال الدين الاسلامي هو عزز المراه وانا اعرف دايما حضرتك بتتكلم عن المراه وبتديها وضعها وكيانها بطريقه جميله جدا يعني احب حضرتك توضح لنا ازاي الدين الاسلامي عزز المراه في حاجات احنا كتير جدا ما بنعلمهاش وبنحب نوضحها للجمهور عشان برضو يبقى عارف او مدرك يعني ازاي الدين الجميل بتاعنا دوت عزز المراه واعطاها مكانه كبيره جدا قد يكون بعض الناس مش عارفينها فنرجو من حضرتك التوضيح الموضوع ده اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهها قولي بارك الله فيك الدين الاسلامي قبل ما نقول الدين الاسلامي طب نقول رب العالمين رب العالمين هو اللي كرم المراه رب العالمين بعزته وجلاله كرم المرأة وأنصفها طيب وعطاها حقوقها التامة لأن لما رب العالمين يذكر المرأة في القرآن من من ثلاثون جزء يذكرها في خمسة وعشرون جزء إذا هي مكرمة المرأة لما رب العالمين ينزل سورة باسمها في القرآن واسمها سورة النساء إذا هي مكرمة المرأة اللي رب العالمين يذكرها في ألف 72 آية من آيات القرآن الكريم من 6436 آية إذا المرأة مكرمة أيوة. رب العالمين أعطاها قدرها وحق المرأة طيب لما رب العالمين خلق سيدنا آدم ونزل إلى الأرض فسيدنا آدم قال يا ربي لقد استوحشت في الأرض فرب العالمين بعزته جلالة قال له إيش سأرسل لك من تؤنس وحدتك وتجمل لك الكون فإذا المرأة الواحدة هي قادرة عن تجمل الكون دي المرأة الوحيدة مم. ما باليش من ملايين النساء مصر. عرفت شلون فإذا ده تقدير رب العالمين للمرأة القرآن طيب والرسول بأبي وأم يا رسول الله لما الرسول كرم المرأة وذكر المرأة الرسول يمكن في كل غزواته الرسول كان بيأخذ طيب بأراء سيدات بيت النبوة آه. الرسول في إحدى الغزوات السيدة أم سلمة أعطته رأي فأشاد بها في غزوه من الغزوات اذا المراه مكرمه وضعها. من رب العالمين من فوق السبع سماوات والرسول كرمها واعطاها حقها وألصفها وانصفها لان المراه هي نفسها رب العالمين ليش خلق المراه؟ هي عباره عن كتله من الحنيه والمشاعر تمشي على الارض هذه المراه بكل ما فيها طيب من جمال وانوثه وحنيه وعاطفه هاي المراه هي وجودها في الحياه ايش هي بتجمل الحياه وتخفف على الرجل مصاعب الحياه <applause> ورب العلاج قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا <applause> هنا جمهور العلماء قالوا ايش نتعارف نحب بعض واعرف الكينونه هذه اللي رب العالمين خلقها لك عشان تجمل لك حياتك <applause> انت كرجل حياتك فيها صعاب ومشقه محتاج لانثى ومرأه تهون عليك مصاعب الحياه فهذه المراه بكل ما فيها طيب من مشاعر جياشة مم. تكفيها كلمة واحدة آه. فيلين قلبها وطرق المرأة في الإسلام لها قدر عظيم تمام طيب السيدة عائشة لما بارك الله فيك الرسول كان عندها إحدى الغزوات آه. راحت للرسول في الغزوة مم. رسول شايل هم الرسالة آه. بيعدد الجيش و او الصف شلون هيتحرك والصف الثاني شلون يتحرك راحت له ارض المعركه مم. بتقول له يا رسول الله اتصابقني اصابقك يعني ندخل لبعض السباق اه جيتي لي الغزوه وانا شايل هم رساله تقول لي أتصابقك. اه من معرفه الرسول قدر المراه في القران وقدرها عند رب العالمين وقدرها في الاسلام قال لها اصابقك يا عائش فكان يدلعها ترك الجيوش والغزوه والرساله السماويه ودخل معها سباق رغم طيب. كل المتاعب دي كلها شايل هم رساله آه آه عرفت شلون؟ آه دخل معها سبق. ومن رحمه الرسول وقدره ومحبته للمراه خلاها تسبقه لان المراه ضعيفه ايوه طبعاً. اي نعم مش هتقوى مثل قدره الرجل وكان الرسول بأبي بام رسول الله قدرته ب 4000 رجل قوته فخلاها تسبقه لين رحمة. رحمه رحمة اي نعم وخلاها تسبقه تمام بعدين ضحكوا قالت له أصبقتك يا رسول الله ابتسم الرسول قال آه. لها ما انا سبقتك مره مم. هذه بتلك يعني, انت يعني مره انت وانا مره, مرة. مرة. ليه رحمه آه. لان عارف المراه كلها مشاعر وجياشه مم. طيب أيوة. راحت وتسبقت واستانست مع رسول وراحت رجع ورجع مره ثانيه للغزوه ده الرسول شلون مكرمها أيوة. لما سالوا الرسول قالوا له يا رسول الله احب إليك في الحياه ايش مم. طيب قال شيئين قعدوا الصحابه كل واحد بيفكر شيئين الجهاد في سبيل الله، نشر الرسالة، صلة الأرحام، كل واحد عقله بيفكر أحب إلي شيئين، إيش يا رسول الله؟ قال النساء أول حاجة، النساء؟ آه إيه نعم والطيب بل النساء وإيه؟ والطيب, والطيب, والطيب العطر يعني اه العطور، آه الطيب دهن العود يعني العود اي نعم مم النساء والطيب ولكن جعلت كرة عيني في الصلاة يعني النساء يا رسول الله بلى آه المرأة المرأة اللي كانت بتخفف عليه أهم الرسالة إيش؟ النساء الله طيب. يرضى عليك عرفت السيدة خديجة السيدة خديجة طبعا طيب والسيدة عائشة وأم سلمة ولين سيدات بيت النبوة التسعة مم. وبالتالي الرسول كمان رحمة بالنساء تزوج تسع أرامل واحدة بنت بنوت عرفت وأوصى بالأرملة واليتيم وفي حديث صحيح رواه شيخان البخاري ومسلم وصححه الالباني وحسن النساء والله له السنه 17 على الرسول قال انا وكافل اليتيم في الجنه وشبك بين اصابعه السبابه والوسطى تمام والقائم على المرأة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله والقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر أوه. ومن حسس على شعر يتيم فله بكل شعره اجر دمين. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام تقديره للمراه شلون يعني ما كان تعدد الزوجات لحل مشاكل اي نعم أو. كان... مش مح... مش محبة في الانثى نفسها لا 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 لا. او الزيجه لا نفسها هو يعني صلى الله عليه يعني. وسلم لان كان مثلا الرجال كانوا بيقتلوا في الغزوات اه فكان في عدد نساء بي... وايد مترملين عرفت شلون؟ فخوفا أو. عليهم من الفتنه فكان بيتزوجهم الرسول أو. وليس التعداد الهدف ان تعداد الزوجات او أي. مثلا ايش اه عرفت شلون ولكن الشرع حل الاربعه عرفت شلون ولكن بشروط كمان <applause> <applause> ما عشان كنت لسه هقول لحضرتك ان زي الرجال دلوقتي بيقول لك ايه بقى مثنى وثلاثه <applause> واربعه ملكه ايمن <applause> يعني بي 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 بيفرضوا جواز مره واثنين وثلاثه ده عادي ده امر طبيعي يعني ايه المشكله؟ ده الدين بيقول كده ولكن بيقول في قواعد في حالات في حالات آه خمس حالات مش وشروط آه اساسيه قاهريه لازم تتوفر عشان آه الرجل يتزوج على الثانيه آه عرفت شلون؟ لكن الرسول لما تزوج التسعه هدول كانت حاله اي نعم والشيء الثاني رب رب العالمين الرسول تزوج التسع هدول مش هتزوج غيرهم تاني خلاص مش هتطلقهم آه. ولا هتزوج غيرهم هم التسع خلاص هدول آه. ولكن رب العالمين من برضو عارف إن ابن آدم ضعيف لا يقوى محل اللي بتتزوج اربعه وتطلق وتتزوج اربعه ثانيين وتطلق وتتزوج اربعه الى مقدرتك ولكن الرسول عشان مثلا ما حدش يقول لك طب ما الرسول تزوج تسعه تسعه لا بيقول لا, لا بارك الله فيك أوه. هي حاله استثنائيه ورب العالمين قال خلاص انت مش هتطلقهم أوه. خلاص مش هيطلقهم عشان دي لظروفهم الله يرضى عليك نعم اي نعم, اي نعم. انزل فانت لو تبي تاخذ بهدي النبي طيب ما من هدي النبي بارك الله فيك شلون تبي يسوي مع سيدات بيت النبوه الرسول بابي امه رسول الله وحامل هم رساله طيب كان بيعشف ثوبه الثوب لما يكون مقطوع يخيطها الرسول لا اله الا الله لا. وكان الرسول يسال الله في شراق نعله النعل لما ينقطع بيساله يا ربي عشان يخيطه أوه. يدخل البيت يوجد يساعد. يشوف السيده عائشه قاعده تسوي الطحين بالراحه هذه أوه. طيب ياخد ايديها تعبد ياخد شو اسمه يتحلها الطحين رحمه رحمه لين على شو صارت مشكله ما بين السيده عائشه والرسول بابي امي يا رسول الله اه انزين ف قال لها ايش؟ الرحمه الرحمه والمحبه قال لها يا عائش اتضعين حكم بيني وبينك؟ أوه. قالت بلى قال <applause> لها من؟ ده كل له هو بيخيرها أنا اجيب حاكم ما بينهم هما الاثنين قالت له ابي ابو بكر استدعوا سيد ابو بكر فدخل شوف رحمه الرسول يا امه محمد تقيدوا بالرسول وارحموا النساء قال لها أتكلم أنا أم تتكلمين أنت؟ قالت أتكلم قالها لا تفضلي اتكلم قالت 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 عليه الصلاة والسلام قال لها أفرغتي؟ خلاص انتهيت يعني؟ خلصت قالت اي يعني نعم يعني أتكلم أنا؟ ده كمان بيستأذنها تكلم يا رسول الله بس إيش؟ تقول الحق السيدة عائشة بتقول للرسول الحق الذي نزل عليه الحق من الحق بالقرآن بتقول تقول الحق ما تحملش سيدنا أبو بكر أنزل. اتقولين الحق اتقول الحق ويبي يطقها يضربها آه. راحت بسرعه انخشت خرف الرسول راح الرسول محامي عنها آه. شوفي شلون آه. يعني بتقول له يا رسول آه. الله تقول آه. الحق وانت ظالم وشغلات هذه وكده بس أنزل. هي اتحمت وراء الرسول زوجها. وراح آه. هو محامي على طول الرسول اه حاجة لان حاجة. عارف سيدنا ابو بكر ومحبه سيدنا ابو بكر ليه آه. فمش آه. هيتحمل مش هيتحمل طيب فراح مهدي سيدنا ابو بكر طيب قال له طب خلاص خليني انا انا راح طلع سيدنا بكر وقف خلف الباب قاعد يسمع خايف ان مره ثانيه السيده عائشه ترفع صوتها على الرسول او هذه فقاعد يسمع فراح الرسول عشان ينهي الموضوع بمحبه ولين وعارف ان الانثى ضعيفه محتاجه لرحمه وحنيه تمام قال لها شفتي يا عائش كان فيضربك لولا انا اللي حشت آه يعني انا برضه لولا انا آه راحوا ضاحكين آه. فسمع سيدنا ابو بكر ان هم ضحكوا. قال طب الحمد لله عجبت لامركما استدعيتوني في مشكله تركتوني <applause> <لكما تصفيق> في <applause> التسل آه فسبحان الله فدي <applause> رحمه طيب اي نعم م. لان هي رب العالمين خلق المراه م. للرحمه. تمام طيب انا مثلا يعني لو افترضنا آه. المراه وخصوصا المراه المصريه إنزين تمام المرأة مثلا المصرية هذه وخصوصا مثلا في اهلنا في الصعيد طيب وتحية طبعا كبيرة جدا لكل اهلنا في الصعيد اهل الخير والبركة والنشوة والكرامة والعزة اهل المجد والتاريخ الصعيدة <applause> طبعا دول الرجالة <applause> معنى الرجالة صحيح والانثى طيب عقب وفاة زوجها بتكون رجل في البيت ايوه طبعا عرف أيوة أيوة من تربية أيوة. عيالها شلون تحابي عليهم الاشياء هذه وكده طيب م. فالمرأة السعودية المصرية تتحمل عبء تقوم من صباح الله خير تعجن وتطبخ وتلبس العيال الثياب يروحوا م. المدارس م. وتحضر الافطار حق الزوج م. ويطلعوا تقعد تخبز بالطنور اللي هو آه شو اسمه الفرن, الفرن الفرن, دوت اللي هو بالطين الاول وتحط أيوة آه البوس عشان تحمي وما ادري وشه والاكل قاعد يطبخ والشغلات هذه وكده وتنظف البيت كل ده بروحها بروح لا في خدامه ولا في طلعة عمرك عرفت شلون؟ آه ويرجعوا البيت يكون ناظف والاكل ناضج وش اسمه عرفت شلون؟ المراه المصريه السعوديه طيب بتتميز فيها صفات كل الصفات اللي رب العالمين طيب نزلها في القران الكريم هي مع المراه المصريه وخصوصا الصعيديه فلهم منا الف تحيه ومحبه طبعا اهلنا أوه. ويعتبروا تاج راسنا طبعا حاجه تشرف حضرتك تشرفي الصعيديه المصريه دي طبعا دي وشيء ثاني بارك الله فيك الرؤساء <تصح> من اهل الصعيد صح زعيم صح. الامه جمال عبد الناصر أوه. طيب من اهلنا من صعيد مصر أوه. محمد انور السادات طيب رحمة الله عليه كل الرؤساء نعم نعم بارك الله فيك المثقفين المتعلمين, الـ المتعلمين الـ النقاد كلهم من شمال الصعيد ما شاء الله لا اله الا الله طيب. فتحيه لهم ان شاء الله يا رب مباركه نتنقل لسؤال ثاني لو قلنا الزوج لما بيجي بيتعامل معامله سيئه جدا مع زوجته وطبعا حضرتك بتوضح ان في البدايه ان بتقول حسن المعامله وكان سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام بيحسن معاملته مع ازواجه. طيب في ازواج بت... بتتعامل معامله قاسيه مع ازواجهم وفي الاخر يقولك انا هجوز واحده تانية علشان خاطر ان زوجتي مش مريحاني. ايه راي حضرتك في المقوله دي؟ انت ريحتها في ايش؟ كزوج ده السؤال. اه انت ايش وفرت لها؟ يعني انا بوجهه لكل طيب. زوج بيفكر في الحته او بيعملها عموما يعني يعني, يعني طب انا بقول لكل إيه؟ زوج وكل أو. رجل اتقي الله في زوجتك. تمام اتق في القوارير مم. طيب تمام. طيب فإن المرأة ضعيفة خلقت من ضلع أعوج اه. فإن أقمته كسرته فاستمتع بها كما هي دايماً بدون طيب. قطع كلام حضرتك إن دايماً لما نيجي كلمة ضلع أعوج بياخدوها بمحمل مختلف تماماً عن الحقيقة يعني دي دي معوجة علينا دي, دي معوجة فكرنا من ضلع أعوج ودي بقى دي دماغها فيها دي بيقولوا كلام مش حلو يعني يعني واخدين تفسير الكلمه دي بمفسر تاني خالص وغير الواقع غير الحقيقه الدينيه احب حضرتك بقى توضحها لي يعني الدين على الاعوج ما مذكور منه او المقصود منه ايه؟ هي خلقت من جنب سيدنا ادم مم. من عند القلب تمام عشان تكون حبيبته آه من القلب حبيبته تمام عرفت شلون؟ آه. فبارك الله فيك لو نظرنا من الناحيه الفسيولوجيه والارثوبيتك وجراحه العظام والهذي هنلاقي بارك الله فيكي العمود الفقري نفسه ما هو طالع كده بتقويسه عرفت شلون؟ فهي عشان تعتدل التقويسه هذه مع تقويسه المراه فلازم يكون فيها انحناء ايوه يعني مش ده بي طبيعي. بي اه فده يعني مش 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 فيها اعوج يعني حاجه مش حلوه لا لا, فيها لا ما فيهاش اعوجاج ولكن ده طبيعي الوضع التشريحي عرفت شلون للحمود الفقري مع رب العالمين خلقها <applause> دايما التفسير بيكون مختلف تماما عن كل واحد بي كل واحد بيفسره مع على هواه آه على هواه ودايما الكلمه دي تتقال فعلا لكل حتى لو في مشاكل ما بين زوجين يتقال لها كده الكلمه دي او, أو انت ايش وفرت لها كزوج ده السؤال آه اوكي اكرمتها طيب اطعمتها البستها اعطيتها حقها انصفتها طيب انت الحين مثلا بتروح دوامك اوكي ان صبح الله خير هي تقوم من صبح الله خير تلبس العيال وتحضر لك اكلك وتبرضك وتروح تودي هي العيال المدارس وممكن تكون بتشتغل أوه تطلع أوه على الدوام مسكينه تشتغل مم ترجع تجيب الله يسلمك الغدا وهي راجعه في الطريق آه. وتجيب العيال من المدرسه تمام وتدخلهم البيت وتحضر الغدا والعيال تغديهم وتبدأ يعني تدرس دايرة. تدرس لهم دايرة. لا اله الا الله يعني مسؤوله وما تشتكي مسؤولة وما تكل وما تمل ومش عاجبك كرجل مش ده بتسوي لك عيل طب ايه يعني انا عايزه اقول يعني المرأة ليها فضل على الرجل؟ طبعا طب ممكن أعرف فضلها إيه ممكن يكون على الرجل؟ المرأة بفض... ب... بطبيعتها أصلا بحنية قلبها ده فضل برحمتها على الرجل ده فضل آه. هل هل في رحمة معينة ذكرها الله سبحانه وتعالى أو القرآن إن برحمة منها تخلي الزوج ده في وضع غير الوضع؟ ممكن المرأة رب العالمين ذكر بالنسبة للمرأة الصالحة ولها منزلة في الفردوس الأعلى انزين فرب العالمين يعطيها رمانة الرمانة هذه القشرة الخارجية من الذهب والفضة والتجويف الداخلي من المرجان واللؤلؤ مسيرتها سبعين ألف خريفة وخادمتها سبعين ألف من حور العين لمن هذه يا رسول الله للزوجة الصالحة للزوجة الصالحة نعم فيأتي الزوج يجد زوجته في هذه المنزلة وهو مثلا يعوذ بالله يكون مثلا أو. في درجه من درجات اقل او مثلا ممكن يقول يعوذ بالله في غير الجنه فيرى مقعد زوجته فيبهر آه. فشل اللي وصلها لهذه المنزله عرفت شلون يعني دي زوجته اللي كانت في الارض كانت هي اللي بقيت في, في, في الأرض. الجنه بقيت في, الفردوس في الفردوس الاعلى في و وبيخدمها سبعين ألف آه. من حور العين مم. يرى ظاهرهم من باطنهم ولا يخرج منهم الا الطيب. الطيب طيب وعرجوهم كاطيب من طيب المسك وريح المسك فيسال يعني شو اللي وصلك طيب تقول انا يا ربي كنت في الارض صالحه لزوجي تمام. طيب وبالدار حقوقه حتى مثلا ممكن زوج ما يكونش عندها م. تيجي على نفسها اه انزين مقصر في حق البيت ما تحسسنا ما ادري وش فهمتي ودي برضو ما بتتوفرش الا في الزوجه المصريه الصالحه الصعيديه كمان عرفتي شلون؟ يعني ما تشعروا باي شيء، ما تحسسوا بنقص، ما تحسسوا مثلا لا قدر الله انه هو يعني ما له اهميه، لا تتغاضى أهمي. تتغاضى وتتحمل وما تشتكي ولا تمل ولا تكل تمام فيوجد سبحان الله المنزله هذه فيسال اول واحده طيب من حور العين انت زوجتي ونورها يملا كأركان السماء والارض أوه. فتقول لا انا خادمه زوجتك بل لما انت ونورتش يا اركان وخدمة زوجتك امال ده أه انت رقم 70000 آه ألف 60000 و50000 اللي نوصل لزوجته يجي زوجته متوجه على عرش طيب من عملها الصالح الصالح إيه نعم وتتقي الله فيه وفي عياله وفي امه وفي اخته عرفت شلون فدي منزلتها فيسالها الشفاعه آه عرفت شلون آه ايوه فيرق قلبها يعني طيب. هو لا إيش عند الله سبحانه وتعالى طيب يخرجها مما فيها عرفت شلون تمام فتاة سبحان الله المرأة بطبيعتها رقيقة أوه. وما تتحمل واللين والرحمة عندها مم. وتقول ما هو زوجي كان في الدنيا يا رب اخرج زوجي مما كان فيه وأتني به فأقول لها ولكن ما سألت ما رب العالمين مم. رحمته واسعه الله يرضى عليك مم. طيب فلا يفعل الله بعذابكم بكم. ربنا يعني, يعني هي ممكن من شفاعتها تخرجه من, من النار من اه من اي نعم اي نعم يعني يعني شوف بقى مدى المراه بس كل المراه الصالحه هل المراه الصالحه برضه هي اللي تقعد تقرا قران وصلاه وعباده فقط لا. ونقول هذه هي المراه الصالحه يعني ممكن تقول انا مش عايز اعمل كذا بس انا قاعده ماسكه كتاب الله وبأدي فريضه الله ما في ستات كده برضو خلي بال حضرتك يعني طول حياتهم قاعدين يقروا قران ويصلوا وتركين حاجات كتير قوي وتقول لك انا امراه صالحه انا كنت بنقرا قران وبصلي يعني فهل ده برضه يفسر انا كده انا هخش الجنه ومش وبعدين بخلاف بقى ان حاجات كتير قوي ما بتعملهاش طب مين يدري ان هو يدخل الجنه؟ ده سيدنا عمر سيدنا عمر الفاروق العدل حضرته طيب حضرته لما بارك الله فيك قال انا لا امن مقر ربي <applause> فلو احدى قدميه في الجنه فلا من ربي طيب <applause> بده <بيدي> يضمن الجنه <applause> او أيوة صح ما حد صح إنها. صح ولكن هي جزء من العباده عرفت شلون ولكن الرجل او المراه انزل. انت مش هتكرس كل حياتك للصلاه والقران ومدري لا انا انا صوام قوام عبد لا يبا الله يحب طب وهي كانت اللي دخلت الجنه وكانت صالحه كان ايه اللي عم اللي عمله لها جوز عشان هي تكون صالحه بهذه الدرجه ما هي ممكن بقى ايش هنا درجة للزوج اه طيب يعني كانت بتحمل لا هي كانت بتتحمله اي نعم قسوته ولا معاملته القاسيه فكان ده يعني بالنسبه للرب سبحانه وتعالى بالنسبه لها ده رحمه فهو رحمها بالرحمه دي ودخلها طيب لجنة ما هو ده الصلاح للزوجه مش الصلاح ان انا اقعد اصلي واصوم ومت... واترك زوجي واترك عيالي واترك بيتي م م مش كده يعني انا ممكن أت... ممكن يكون في زوج قاسي جدا على زوجته آه بيعملها معامله وحشه وهي متحمله صحيح ما هو ده هنا الصلاح أوه. دي الزوجه الصالحه عرفت شلون اللي هي ما تشتكي عرفت شلون؟ مثلا ما تطلع اسرار بيتها، أوه. طيب ما تهمل في عيالها، ما تهمل في حقها، ما تهمل في اكلها في شوربه، في شغلها هنا الصلاح، أوه. وليس الصلاح طيب مثلا افضل قاعدة قران وصيام وقيام وتركت كل كل حاجه لا أوه. طيب في... لا. يعني ده موجود لازم بجانبه كل حاجه يرضى عليك. يعني مثلا لما الرسول بقى الرسول دخل المسجد فشاف واحد قاعد على طول في المسجد فسال أوه. انت يعني ت... إيه على طول اي نعم قاعد على طول، طيب من يكد عليك؟ قال اخي، قال فاخي اكرم منك عند الله اه إيه نعم أو. انت قاعد بس لا يبقى الله يرحم والديك ابن ادم طيب ما خلقش بس انه يفضل طيب قاعد طيب لا 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 بس لا. إيه نعم مش إيه نعم. هي اه الصلاه موجود لكن لازم ما هي فريضه عرفت شو طبعا هي خمس خمس بارك الله فيك اوقات أو. في, في اليوم والليله إنزين انزل م. بس اول ما سمعت حي على الصلاه اتوكل على الله، خمس دقائق سبع دقائق قضيت الفريضه الله يجزيك الف خير، خلي النوافل في البيت صحيح. لو ما عندك استطاع عشان ما تتركش العمل أيوه. لان العمل عباده عرفت شلون؟ يعني مثلا تخلص شو اسمه تترك المواطنين وتعطل اشغالهم، ما ان انا بصل؟ لا يبقى ما يصير الله يرحم والديك ايوه عرفت شلون؟ اي نعم لحقينا على الصلاه مثلا لو في عندك سعه اتوكل على الله او م. في عندي سعه يا اختي توكلي آه. على الله، لكن مش اترك الشغل الصلاة افضل قاعدة اصلي واسيب وعيالي و... لا ما يصير اي آه نعم ما ي... ينفعش آه آه. آه. يعني أنا... اذا المرأة لها فضل بفضل ربنا طبعا ثم المرأة اللي تقدر تخرج الرجل منها اي اه يبقى إينا. يعني احنا لازم نعمل ايه بقى من المرأة نعملها معاملة ايه بقى؟ احنا نعملها ننصح يعني بقى يعني... الرجالة بقى اللي هم دايما كل كلمة لا هتجوز عليكي لا طب و... وليه اتجوز عليها؟ حضرتك قبل ما نخش في السؤال ده قلت لازم عشان في زوجه تانية يبقى في شروط. خمس شروط قاهريه. ايه هي بقى؟ طيب ولازم بقى يرجع كمان للاوقاف أو و... أو موضوع أو. كبير مش مش سهل. لا هو اصبح شروط. هو بالنسبه إيه؟ للوضع الحالي اصبح الجواز حتى الجواز العرفي بقى سهل جدا اي واحد يتجوز على مرته حتى لا تعلم لكن طبعا دلوقتي طلع قانون جديد اللي احنا عارفينه ومش هنخش فيه طبعا لكن احنا عايزين نعرف يعني ايه بقى الشرع الشرع هنا يعني أو. حتى مثلا لما قال الزوج يتزوج على زوجته لازم اول شيء يخطرها ايوه اتقبلين؟ أن تكون مثلا في زوجة ثانية أوه. طيب أو تتطلقين مم. لازم يخطبوا أه إي نعم خلاص أتم معاك وخذ زوجة ثانية أو لا خلاص وأتطلق عرفت شلون لكن مش من والضربة الضرب أروح أتزوج وش اسمه أو كنت قادر ماديا عرفت شلون لا ما يصير عرفت شلون مثلا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث لما مثلا لما أمر الشباب قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم عرفت شلون؟ يعني انت مش اجباري كمان مثل ما بيقولوا اكمل نص ديني او هذه ما انت لازم تتوفر عندك شروط م. ان انت كرجل عاقل طيب عقليا وبدنيا وشو اسمه وماديا وهذا تقدر تعيل اسره انزين بتربي اجيال اطفال الاشياء هذه أي. يعني مش مثلا خلاص عندي فلوس او ما ادري وش اروح اتزوج وتتزوج امراه تجيبها من بيت اهلها لم بيتك انت وما تحسن معاملتها ولا تعرف شلون بارك فيك تودها ولا تكرمها ولا شو اسمه ابتدائي ما يصير عرفت شو إيه نعم مم. فبالتالي كمان انت بتنقص من قدرها وما بتطبقش بيقلل منها الله يرحمه ليش ما بتطبقش ان رب العالمين امرنا فيه وهدي النبي عرفت شلون؟ اي إيه نعم فلكن انت اعطي للمراه قدرها مثل ما الرسول اعطاها انت مش بترجو شفاعه الرسول؟ اي يا اخي تقيد بي طبعا طيب عشان نقول تقيد طبعا بالرسول ايوه ده انا ده قليل جدا من اه بس خد, خد حاجة, من حاجه منه اي نعم اي يعني. نعم يعني. طيب يعني مثلا كان بيبتسم طيب في سيده ابتسم يا اخي، المشكلة انك تدخل تبتسم مع زوجتك، تحبها على راسها، الرسول كان بيحب بارك الله فيك السيدة عائشة على راسها وفي شهر رمضان وكان صايم عرفت شلون؟ اي نعم لأن دي محبة يعني ليس فيها نوع من أنواع الشهوات نعم فبارك الله فيك هي أنثى، أوكي، شوف ابتسامتها وأنت طالع رايح الدوام أو ترجع من الدوام، انزين، تلاقي أكلك، شربك، ثيابك، ما أدري ما تشتكي، ما أدري لا تكفي لو أعطيتها وردة أيوة شوف الوردة هذه هتعطيك هي م. كم من المشاعر الجياشة والعواطف اللي ممكن تفيد مثلا دولة كاملة أيوة, أيوة بوردة واحدة أي نعم وردة واحدة وهي فيها القليل الأنسة يعني الأنسة الأنسة جواها ما بيها مطامع آه جواها فقد من العطاء الله يرحم نعم بس المهم المفروض يعني المهم إن إزاي يخرج الطاقة دي لكن هم معظم ما احترامي لجميع الرجال بس معظم الرجال بيتعاملوا مع المراه باسلوب مختلف تماما اذا انت تركت هدي النبي اذا ما تطلبش منه الشفاعه مم. ما انت هتعطي هتاتي في يوم طيب إنزين آه. على الحوض مم. وحوض الرسول بابي وامي يا رسول الله مسيره سبعين خريفا دائري آه. وكل الرسل والانبياء اعطاهم رب العالمين حوض مسيرتها 35 طيب الف خريفه الرسول سبعين الف أي. ودائري يعني كل ما تفطر يمين تجد الرسول امامك تفطر يسار تجد الرسول امامك أو. فيسقيك شربة واحده لا تظمأ بعدها ابدا م. بس المين لمين للرجل الصالح ايوه الله يرضى عليك طيب ازاي صالح مع زوجته صالح مع امه صالح مع اخواته صله ارحام طيب التام صدقات زكاه صلاه قيام سلط. ابواب ابواب لك يا اخي باب لك باب أو. من الثمانيه ادخل منها أيوة. أيوة. واتبعوا ايوه اي نعم طيب يعني المرأة لها كذا باب اخت وصديقة هي هي مين المرأة؟ الأم أوه. والخالة والعمة والجدة والزوجة و... كل <تصفيق> أيوه <تصفيق> كل أم عرفت اي نعم بارك الله فيك يعني لو رجعنا مثلا لكتاب أم تصنع أمة أم تصنع أمة بل شلون هذه؟ نعم. أم واحدة تصنع اي نعم أيوه. ما هي الأم الصالحة لو أيوه. بارك الله فيك ربت ولد صالح عرفت أيوه. الولد الصالح ده او الرجل الصالح دوت يقيم دوله طبعا طبعا عرفت. أيوة. اينا بالظبط هي تسلسل عملت تسلسل طب هقول بارك الله فيك صبعًا. مين اللي جعل ان الاذان في الاذاعه والتلفزيون يستمر الى يومنا هذا اه الشباب يعني الرجاله يعني طبعا او كده ام مصريه صعيديه بارك الله فيها ورحمه الله عليها مم. ام رئيسنا طيب السابق الراحل محمد انور السادات أوه. قالت له يا محمد كانت قاعد كان قاعد قاعده عن قاعده عندها في الصعيد تمام قالت له انا ما بسمعش صوت الاذان طيب لان المسجد بعيد اه فخلي الاذان يكون في الراديو تمام على الفور راح اتصل خلوا الاذان في الراديو والتلفزيون ما شاء الله أم محمد انور السادات يبقى الاساس برضو أم الاذان أمرأة. امراه امراه عرفت شلون نعم أيوة. فعلى الفور راح السادات رحمه الله عليه آه طيب يعني له مني كل تقدير واحترام ورحمه الله عليه وسكنه آه فسيح جناته زعيم الحرب والسلام ايوه طبعا يعني صراحه آه يعني الصبغه محمد معروف يعني فبارك الله فيك ام امراه هي اللي خلت لين يومنا هذا الاذان موجود بارك آه الله فيك مثلا لو في فيلم او, آه أو ايوه عشان الله يرحم من كده مين اللي امم قناه السويس في عهد زعيمنا الراحل جمال عبد الناصر ابو خالد امراه امراه نعم امراه كان ولدها في حفر قناه السويس مع فرديناند ديليسيبس مات في الحفر ايوه فجابوا له الثوب بتاع ولدها وعلي الدم ماله يعني رحمه الله ولدك مات خلت الثوب مثل ما هو فيه الدم وما قامتش عزا على ولدها راحت ل ابو خالد جمال عبد الناصر رحمه الله عليه اسوان اللي استراحت الرئيس اه راحت له قالوا له ده رجع القاهره رجعت له القاهره في الفترة هذه طبعا كان في مشقة في السفر عرفت شلون؟ راحت له القاهرة قعدت 18 ساعة قدام باب مكتبه عشان تدخل له عشان تدخل للرئيس 18 ساعة طيب. غير مشقة السفر عرفت شلون؟ والامرأة ديت من منطقة اسمها كومومبو من أسوان من أسوان اي نعم راحت له فقالت له سمح لها بالدخول دخلت قالت له انا رحت لك اسوان ما لا ما حصلتك قالوا لي انك رحت القاهره جيت لك القاهره طيب فقال لها معلش انا اسف طبعا برضو كان عنده لين ورحمه اه عنده لين ورحمه قال لها اسمحي لي انا اسف والشغلات هذه وكده الالتزامات اتفضلي يا امي ايش عندك؟ ايش فيك؟ قالت له ده الثوب بتاع ولدي ولدي ايش في ولدك؟ وعليه دم قالت له انا ولدي مات في قناه السويس اللي كانت بيحفرها فرديناند ليسيبس فهل قناه السويس هتكون مصريه فدم ولدي يجري مع ماء النيل فيرتوي منه المصريين فاهنا بوفاه ابني آه. ولو خدها فرديناند لسيبس هحزن على ولدي وعلى مصر مدى الحياه وجات له من هنا من فكره تاميم قناه السويس ما شاء الله امراه مصريه يعني المراه المصريه ورا كل عمل جميل هنا 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 وبالتالي بارك الله فيك شوفي اوحت له أيوه. ما هو رب العالمين برضه عارف قدر المرأة يعني الفكرة جت تأميم قناة السويس من أيوه؟ خلال هذه المرأة, 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 المرأة آه. ايوه المرأة المصرية المرأة المصرية عرفت فبالتالي الله يسلمك يعني في نساء آه ليهم, ليهم دور أيوة ريالي ليه دور في مصر بالزبط. عرفت صح. شلون؟ وفي ادوار مخفيه ما حدش يعرفها يعرفها محدش فعلا وبيقولوا اساسيات وما حدش يعلمها طب في الممثله تحيه كاريوكا ايوه انزل السيد جمال عبد الناصر سماها ايش؟ امراه بستون رجل، ليش؟ ليش لقبها بهاللقب؟ ليش؟ بارك الله فيكي في صورة التحرير والأحرار والأشياء هذه وكده خبت عندها في شقتها ستين ألف واحد من ستين ألف من الأحرار في شقتها ستين في ألف؟ نعم اه عفواً لا ستين، ستين, ستين رجل عفوا ستين, ستين آه. ألف ستين آه. رجل تمام عرفت شلون؟ آه. دخلتهم اوكي لان كانوا بيدوروا عليهم شو اسمه القلم, القلم السياسي أيوه. في الفتره هذه أيوه أيوه. عشان, عشان, نينا عشان نينا. سياسة. دخلتهم عندها وخبتهم ولما جم طقوا عليها الباب قالوا لها احنا عايزين نفتش قالت لهم انتوا عارفين انا مين وما ادري وش ومنعتهم وبتل... آه. من ضمن كان الممثل احمد مظهر رحمه الله عليه أيوه. الممثل كمال ياسين وبالتالي راحوا عاملين فيلم اسمه رد قلبي طيب اللي هو كان فيه كمال ياسين واحمد أيوة. فدي برضه المراه ليها, ليها دور ليها ادوار كبيره الله يرحم والديك أيوة 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 وليها ادوار أو. خفيه طيب ان كانت ممكن تكون مطربه او ممثله او ممكن برضه أيوة ليها أيوة ادوار كثيره جدا يعني مش كتر مش سددت ديون اه كان ليها ادوار كتير ايوه نعم فعلا ايوه الحفلات اللي, اللي كانت بتعملها ومن غير مقابل ايوه الريع اللي في شاسمه الريع بتاع حبيبي بيجي على دي اي ايوه ايوه فالمراه المصريه بارك الله فيك طيب ليها دور ريادي على ده دور كبير في التاريخ بالظبط بالظبط هو رب العالمين لولا خوفه على المراه مش رب العالمين قال في محكم تنزيله في سوره الانبياء واوحينا الى ام موسى اه انزين طب ما كان ممكن يوحلها عرفتي شلون؟ مثلا بهم رساله اه عرفتي؟ لكن هنا الوحي من رب العالمين لام موسى ايش؟ ان خفتي عليه انت خايفه على ولدك؟ انا خايفه عليه طب ارميه في اليم يا رب شلون؟ أنا خايفه ايوه <applause> خايفه عليه ارميه في اليم ازاي؟ يعني. لا تخافي ولا تحزني ان ربنا اليك واجعله فرب العالمين لما عارف ان برضه المراه ولين قلبها طيب هطرق فرب العالمين اعطاها في ايه واحده امران ونهيان وخبران وبشارتان في آية واحدة إيه هم بقى طيب إن خايف عليه ارميه في اليوم لا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك واجعلوه من المرسلين خلاص ما شاء الله آه. أمران ونهيان وخبران وبشارتان طمنها في كل حاجة اه. راح في البحر آه. يعني يا رب أنا خايف على ارميه في, ارمي. في البحر رميته ربي في البحر واستقبله فرعون ويرجع ودي رسول. المرة آف. دي المرة عرفت شلون؟ ولا مثلا وطبعا في المرأة الصوامة القوامة هذه صحيح دي أوه. نوافل جنب طيب طاعتها لزوجها بارك الله فيك وعيالها والشغلات كده فأنت كزوج أوه. لما شايف المرأة مثلا زوجتك موفرة لك كل دوت عرفت شلون؟ ليه وش السبب اللي بيخليك بتعملها معاملة سيئة؟ شي ليه؟ شي السبب؟ دي علامة استفهام كبيرة ده بيكون نقص في الرجل نفسه بيعوضه عن طريق المعاملة دي إيه نعم اه إيه نعم آه. نسيت طب انت كرجل انت عارف ان المراه ضعيفه مسكينه تمام طيب محتاجه تتقوى فيك مم. عرفت؟ مم. طب ليش خلينا العصمه معاك انت؟ ليش ما خليناها معاها؟ عشان هي محتاجه مم. قوتك قوتك اي نعم تقويها ترفع من شانها تعينها تبتسم معاها طيب تشوف طلباتها تشوف احتياجاتها تشوف هي طيب هي بتوفر لك كل سبل الراحه لا اه بتمل ولا بتكل ولا لا ولا لا, لا, ولا لا, لا, لا. بي. فشي اللي بيخليك توصل معها لهي المرحله؟ اذا انت بيكون عندك نقص وخلل في الدين والشرع تمام اللي انت مش قادر تتعامل مع الكينونه الربانيه اللي رب العالمين خلقها للبريه طيب ان تفيد عليك الرحمه واللين والمحبه جميل عرفت شو فدي جمال المراه ده يعني حضرتك عززت المرأة بطريقة جميلة جدا جدا يعني أنا ش... يعني عايزة أقول كل مرأة مصرية قاعدة تتفرج علينا طبعا زمانها يعني سعيدة بالجم... بالكلام الجميل آه اللي سيد المستشار لا لا هو رب ما احنا في هقول لحضرتك حاجة يعني حضرتك <applause> يعني وضحت لنا حاجات احنا ما نعرفهاش واهمها خروج ال... يعني ان يعني ممكن تخرج الزوج من الجنه من النار الى الجنه دي معلومه جميله جدا <applause> كتير مننا يمكن هكون هقول انا ممكن واحده منهم انا ما كنتش اعلم من الموضوع دوت وحاجات كتير معلومات جميله جدا انت اظهرتها بخلال كلام حضرتك فوضحتها لنا فبالتالي يعني وضحت رؤيه جامده للمراه وعززتها في نفس الوقت لان في ناس بتسمعها يعني في ناس بيقول لك برضو عندك عندها خ... يعني خفية للموضوع دوت لا ما حدش بيعزز المراه وما حدش بيهتم بيها لكن لو هو الشخص او الزوج اهتم بيها او وقع لها كيانها هيغير معالم الدنيا كلها صح ده ممكن تخلي اسلوبه هو يخليها تتغير يعني من درجه لا 100 درجه 120 درجه 160 درجه يعني درجة. بتتغير مش مرحله ما بقول حضرتك مش 80 لا ولا لم... لا يعني تفضل تتغير عشان انت عملتيني كويس صحيح. او او لا صحيح. اقليه من الناس اللي بتعمل المعلومات دي كلها طب في دايما مقوله بيقولوا دايما الستات ناقصات عقل ودين طبعا جت معلومه جديده ان هم عشان في فتره ما بيسيبوش رمضان عشان كده ناقصات عقل ودين ممكن حضرتك توضحها لنا المعلومه ديت بقى يعني طيب يعني هي م. الى الجانب ده اه بس في جانب اخر يعني طيب انا بقول لكل الرجال طيب ارجوكم اسمعوني بقلوبكم وعقولكم واعرفوا طيب رب العالمين شلون كرم المراه والرسول بابي وامي يا رسول الله م. لما بنقول المراه ناقصه عقل ودين او ناقصات عقل ودين اه. ايش معنى ناقصه عقل ودين نقصات عقل المرأة لما بيجي فترة البيريود إنزين طبعا أرجع لأي طبيب أمراض نساء لو كنت يعني عايز تتأكد من المعلومة هذه اسأله طيب فترة البيريود إيش اللي بيصير عند المرأة من كثرة الدم اللي بينزل لا بينزل من وين ده بينزل من النخاع الشوكي طيب فبيصيرها خلل عرفت شلون زغللة أوكي ولي عوزه بالله ترجيع غثيان طيب لولا سطر رب العالمين على المرأة لتوفت تمام عرفت شلون؟ طيب. اي نعم، الله فيها ارحمها، فبتكون تعبانه في الفتره هذه فبينقص عندها الدم في في المخ، فالاكسجين ما بيوصلش للمخ والمخيخ أوه. عشان يكون في كامل اتزانه، عرفت شلون؟ ايه؟ فالغدد الدرقيه ما بتفرش الدم بالكامل اللي بيوصل للنخاع الشوكي المخ والمخيخ لان هي قاعده تفرزه، فهمت شلون؟ فانت اتقي الله فيها في الفتره هذه دخيل الله طبيعي. لا تكلفها لا بطباخ ولا غسيل ولا ارحمها ارحمها الله فيه إيه نعم ممكن لا الله يعني لولا لو, لو يعني لو رب العالمين لو لم يرفع غطاءه ممكن لقدر قدر الله تموت الانثى في الفتره هذه طيب هنا العقل طب احنا معانا مداخله ممكن ان شاء الله الو الو السلام عليكم عليكم السلام يا دكتور دي... السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا معاك عبد الحكيم وصدع. يا اهلا وسهلا استاذ عبد الحكيم ازي حضرتك اهلا بالسودان واهل السودان كلهم اتفضل آه. هل آه، كل الشعب العربي وجمهوريه مصر بالخصوص نعم علي صوتك شويه لو سمحت الو نعم يا دكتوره تفضل. علي صوتك شويه علي صوت حضرتك شويه عشان اسمعه آه بشكرك على موضوع البرنامج ان شاء الله المره الله يخليك الف شكر السؤال ايه يا مرحبا فيك هلا والله ويا مرحبا بكل اهلنا في السودان الله يسلمك كيف حالك يا زول شكرا هو عايز يشكرنا الله يجزيك خير ان شاء الله, الله شكرا, يا شكرا يا فندم شكرا يا استاذ عبد الحكيم نرجع بقى نرجع لمحور حديثنا الشاهد الله يسلمك قلنا ده بالنسبه للعقل تمام للدين بارك الله فيك هل سمعنا طيب ان في رسول او نبي كلف طيب احنا رب العالمين ارسل لنا كام 1124 نبي ورسول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك اللي حنا نعرفهم فقط 25 عرفت شلون ومنهم خمسه قول العزم من الرسل ما سمعنا مره ان في امراه كلفت بهم الرساله صح تمام فاذا المراه مش مكلفه ده النقص الدين بس أو يعني هو نص الدين هي تكلفه المرأة في مع عمل معين الله يرحمه. اه لكن ده مش معناه ان هي عقلانيا يعني انها لا. مش مكلفة وانها حاجة كتير قوي يتقال عليها لا 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 يعني لا لا. في المفهوم دي خاطئ دي. مفهوم خاطئ طيب. نعم. وتفسيره وكل واحد بيفسره على هواه أيوه. فبنقول اتق الله طيب يا اخي في الله م. إنزل لو عارف تبي تعرف بارك الله فيك دينك وهدي نبيك طيب اقرأ اه طيب واعرف بارك الله فيك التفسير والسير م. ورب العالمين والرسول إيش اش عن المرأة فاذا هي لا مكلفه بهم رساله عرفت وفي الدم اللي بينزل منها بيصيبها خلل وده طبيعي من ناحية الفسيولوجيه. تمام اتقي الله فيها. يعني هي دي الفكره ناقصات عقل ودين مش مش بالمضمون اللي بيتم لا لا للاسف بيعرفوش بيفكروا وكل واحد على كيفه ما يصير أوه. يعني ما يصير يا جماعه. طيب حضرتك بقى نصيحه كده للازواج بكذا عنصر كده حضرتك تقولها لهم كيفية التعامل مع المرأة وحقية حقها بطريقة معينة يعني أول شيء أنت أعرف قدرها إنزين أنت ليش رحت تزوجت وخدتها من بيت أهلها ما هي قاعدة في بيت أهلها معززة مع مكرمة وسط أبوها وأمها وإخوانها وخواتها إنزين أنت خدتها من بيتها او. إذن لازم تكون في بيتك أكثر تكريما من بيت أهلها تكريم. لازم تشعر بالفرق اه لان بارك الله شيء الرجل او الاب رب العالمين بيرزقه على عدد اولاده اه الله يرحم والديك فلما الزوج يتزوج ياخذ بنت من بناته فينتقل رزق البنت هذه من ابوها لزوجها أوه. رزقها بيروح لزوجها. للزوج. للزوج ادي اول شيء قالك رزق خالص مخلص مش تعب فيه عرفت شلون اه وهي دايره الله يرحم والديك اوكي اكرمها مثل ما الرسول كان بيكرم سيدات بيت النبوه. تمام هي منك ايش؟ اكل وشرب بس جبت لها ثياب جزاك الله الف خير اوكي ابتسم في وجهها طيب هنقول لك اقل 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 هديه ممكن تكون ورده اعرف الورده ايه لون الورده اللي بتحبها؟ ادخل بهاي الورده تقديرا لها. ورده بسيطه شيء مش هتكلفك 5 جنيه ولا شيء طيب ولكن شوف هي متى تقديرها ليك انت بتثبت هاي الورده. مم. انزين مش هتطلب منك ولا هتحملك ولا هتكلفك ولا الاشياء هذه. مم. اوكي؟ وكل طلباتك انت مجابه قبل ما تطلب. اه عرفت شلون؟ بالاشاره. الله يرحم والديك، اي نعم. تمام. انزين فاعرف قدرها طيب، قدرها. اعرف قيمه حبها ليك، اوكي؟ حب حبها انت مثل ما هي بتحبك او اكثر، مم. فيد عليها طيب من حبك ليها، عرفت شلون؟ هتحصلها بين م... 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 اصابعك. طيب؟ لأن المراه ما لها اي متطلبات الا لو انت مختار ايوه توفير أيوة. المتطلبات بتاعتها مش اكتر ابتسم اضحك ساعدها مم. طيب ما الرسول كان بيساعد سيدات بيت النبوه يعني بت... يعني لازم يكون في حته من الحنيه ما بينهم وما بينها ما, ما يعني. ده لازم ما, ما آه. ليش احنا اتخلقنا ذكر وانثى عشان هنا التعارف يبقى بيننا الحنيه والمحبه مم. والود والشغلات هذه كده ادخل يا اخي وقف معاها في المطبخ ايش مم. المشكله هيصير لك شيء انزين ساعدها قطع طماط قطع بصل سوي شيء ما ادري وشو شوف المحبه او اللي هتكون بينك وبينها عرفت شلون انزين بارك الله فيك مثلا تجيب لها ثياب جديده، طيب لو متسع من ال مش هنقول لك هنكلف عليك او هذه اوكي، زين خرجها بارك الله فيك توسع نفسها عززة شوي عززها يعني كل ده تعزيزا ليه ما هي هي معززه طيب هو عززة انت بقى زين آه زين التعزيز بتاعها هي بيت والدها انت زيد عشان ينعكس يعني يعني عليك انت عرفت شلون؟ مش بيقولوا تمام. كل وراء رجل عظيم امراه طالعا لا طالعا هو العكس هي كل مم. امام آه كل امام رجل عظيم امراه عرفت شلون؟ هي اللي بتسنده وبتقويه وبتقويه وبتس... عرفت بالتالي بارك الله فيك مثلا في عندنا اللاعب اللي اسمه مؤمن زكريا آه طيب وقت البرنامج وقت جرى طيب. بسرعة <applause> وطبعا دي مش هتبقى الحلقة الوحيدة إحنا هنكرر لسه استكمالا يا كثيرة لأن احنا طبعا استفدت من حضرتك <applause> ومعلومات كبيرة جدا وكثيرة جدا جميلة جميلة, جميلة جميلة وأنا واحدة من هعتبر نفسي مشاهدة وأقول أنا استفدت طول عمري الله يرضى عليك آه طبعا أعزائي المشاهدين وقت البرنامج جرى بسرعة وكنت أتمنى ان يكون الوقت أطول شوية بس نوعدكم إن الحلقات دي هتكون متكررة أكتر من مرة استكملنا الموضوعات لموضوعات كتيره مع الست المستشار صقر وان شاء الله يكون لنا لقاء ثاني المره الجايه اشكر حضرتك استاذ الدكتور صقر وانا اشكرك لاستضافتك الطيبه الجميله وانت اعلاميه متميزه ومتالقه واشكر الاخوان في الصحه والجمال الله يزيدهم جمال ان شاء الله الله حضرتك <applause> والاخوان خلف الكاميرات الله يوفقكم <applause> جميعا وتشرفت فيكم يعطيكم العافيه ان شاء الله الله تصبحوا على خير بامان الله